تفاصيل الهجوم الأمريكي السري على إيران، وهذه أبرز الخسائر. بعد حالة الشد والجذب بين واشنطن وطهران، أعلنت مصادر استخباراتية أمريكية أن الولايات المتحدة شنت هجوما سبرانيا سريا استهدف إيران في يونيو الماضي بغرض شل قدرتها على ضرب الملاحة في الخليج، لكن طهران لا تزال تحاول استعادة المعلومات التي تم تدميرها في هذا الهجوم. وفي سياق متصل، أضاف مسؤولون أمريكيون رفيع المستوى أن الهجوم أدى إلى حذف قاعدة بيانات مهمة تستخدمها ذراع إيران شبه العسكرية من أجل التخطيط لشن هجمات على ناقلات نفط، وأسفر لفترة مؤقتة على الأقل عن تدهور قدرة طهران على استهداف حركة الملاحة البحرية في الخليج بشكل سري، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية. وأكد المسؤولون أن إيران لا تزال تحاول استعادة المعلومات التي تم تدميرها في هجوم 20 يونيو، وإعادة تشغيل بعض من برامج الكمبيوتر بما فيها شبكات الاتصالات العسكرية التي جرى فصلها عن الإنترنت. وقال المسؤول الاستخباراتي السابق رفيع المستوى نورمان رول إن العمليات الإلكترونية الأمريكية مصممة لتغيير سلوك إيران من دون بدء صراع أوسع أو التسبب في رد انتقامي. ويرى رول أن الهجمات الإلكترونية تشبه إلى حد كبير العمليات السرية، لأن من النادر الاعتراف بها علنا، ولطالما دخلت كل من الولايات المتحدة وإيران في نزاع سبراني غير معلن مدروس بدقة حتى يبقى في المنطقة الرمادية بين الحرب والسلم. وكان هجوم يونيو الماضي الذي جاء بعد وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قصفا انتقاميا ضد إيران، ردا على إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة بمثابة ضربة مهمة في هذا النزاع وفقا للمسؤولين. وفي المقابل لم تصاعد إيران الهجمات، لكنها واصلت عملياتها الإلكترونية ضد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والشركات الأمريكية بمعدل ثابت بحسب المسؤولين.